بليط العباس عند الخريف سحر لا يداريه سحر الفصول الأخريات، فواديها الذي تنهمر مياهه كالشلال يغري كل من بنفسه شيء من فن بديع ليبوح بمكنوناته شعرا كان أم دوبيتا. مبدعوها يتخذون من صخور واديها الخصيب متكأ لهم عند المغيب، فتسري الدواخل بكل ما هو جميل. والليل كان قلت الجمال والطبيعة موجودة في مليط، الموية جارية والأرض بالخضرة لابسة بحجديه، القمام والموج ضرب زاد اللحن ترديد، القمر جوجا شبع والبلبل في الفرع غريت. والليل حليلكم جميع أهل القعاتكم صرماء، عايشين من قديم زمن القدح والبرمو. عبق الأمسيات الخريفية يعطر أجواء المكان، فتتحول الأمثال والحكم الدارفورية بالأوتار والألحان إلى غناء يجعل من تواصل الأجيال ممكنا عبر تراث خيف أن يندثر مع مغريات العصر الحديث وابتعاد الشباب والصغار عن مطالعة موروثاتهم. فكانت الألحان التي زينت الحكم والأمثال خير معين لتواصلها، ولكن ما أدهشنا حقا أن هذه الحكم صيغت على لسان الحرباء في ردها على الضبع أو كما يسمونه بالمرفعين، والتي تتشكل وتتغير على حسب المكان الذي تحط فيه. وعندما سألنا هل هذا مكر ودهاء، فقيل لنا بل إنها الحكمة بعينها. سليمان علي معلم بمدرسة جارة بمليط، فقد بصره ولكنه لم يفقد إحساسه بالأشياء، فما استطاع صبر على تفويت نفسه لهذه الأمسيات التي لا تتكرر إلا عند فصل الخريف من كل عام. فعزف بعوده للصغيرات أجمل الألحان التي لحنها لهن، ومن بعد أخذ يدندن أعذب الأمنيات الخالدات. ارتباط وثيق بالتراث وأغنياته ورقصاته. وبما أن الواقع الذي تعيشه دارفور فرض حتى على مستوى الغناء أن تسيطر عليه كلمات الحنين للسلام لتتداخل معانيه مع الأنغام والإيقاع وحديث العامة والمسؤولين. حياك مليط ثاء
ثوب العارض الغادي وجاد واديك ذا الجنات من وادي. وحقا هو وادي لا يستطيع أحد دون الوقوف عنده وتأمل جماله البديع ونسيمه العليل.